دي تفاصيل كبيره جدا. احنا مش عايزين برضو النهارده واحنا بنتكلم مع الناس عايزين ندي الناس معلومات مفيده صح. مش زي ما دخلوا يخرجوا زي ما دخلوا، عايزين كل الناس تبقى طالعه كده من الحلقه بتاعتنا كده مبسوطه. في البدايه ما نيجي نتكلم، قلت كده في البدايه ان السمنه لا هي عامل خطر، لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر، هي عامل خطر لكل الناس. بيجي لنا ناس كتيره جدا في العيادات واغلبهم بتوع مشاكل العظام المختلفه، الناس اللي بتعاني من مشاكل العظام المختلفة سواء كان ارثرايتس او سبرين او امسكي كده مشكلة في العظام كده، واجي اسالها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم. انت بتتابع مع دكتور عظام؟ اه كنت بتابع مع دكتور عظام. قعدت قد ايه؟ 6 شهور او سنة؟ منهم 6 شهور ومنهم سنة. طب عملتي ايه؟ انا خدت حقن موضعية، خدت حاجات كتير علشان عشان مشاكل العظام المختلفة. فالجواب فساعتها انا بشكل مستمر بقول له طب هل الدكتور نصحك ان انت تنزلي في الوزن؟ وقال لي بعد ما استعملت بقى لي 6 شهور ماشي على النظام العلاجي اللي هو قال اللي عليه، قال انا استعملت معاكي كل حاجه يلا انزلي في الوزن. بس لازم النقطه ديت لازم الناس بتتالم يوميا بسبب مشاكل العظام المختلفه، لازم نبقى عارفين ان السمنه ديت حمل على العظم فبيسبب لنا مشاكل في العظم، حمل على القلب في سبب لنا مشاكل في القلب. اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكله في السمنه، السمنه سبب لاكثر من 50 مرض ينتهي بالموت.